تركي. اعترضت البحرية الإسرائيلية السفينتين الإيرلندية والكندية اللتان تقلان معدات طبية ونشطاء مؤيدين للفلسطينيين. ضباط من البحرية الإسرائيلية صعدوا على متن السفينتين المتجهتين إلى قطاع غزة لكسر الحصار البحري، هذا حسب ما جاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي. وكانت السلطات الإسرائيلية قد طلبت من السفينتين العودة إما بالإبحار إلى مصر أو إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.